أهلا بكم. أثار خطابه ردود فعل داخلية لافتة وخلفت تعبيراته سخطا لدى مناوئيه واستدعتهم للخروج بتصريحات لاذعة. حركة حماس ترد على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلة إنه إعلان صريح لإخفاق سياسته واعتراف واضح بعجز مسار التسوية عن الوصول إلى أي حلول عادلة أو تحقيق أي إنجاز للشعب الفلسطيني. الحركة دعت عباس إلى التوقف عن مسار أوسلو الذي وصفته بالفاشل والذي ألحق بالقضية الفلسطينية ضررا البالغ على حد تعبيرها. فإلى أي مدى تكرس مثل هذه الخطابات التي تحمل رسائل مبطنة الانقسام والعزلة، وما التبعات الأخرى الناجمة عنها في وقت باتت فيه جهود المصالحة الفلسطينية رهينة تصريحات وتلميحات وتدخلات أكثر من الوسطات الفاعلة؟ تهديد واضح من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الفلسطيني لحركة حماس: سلموا السلاح ونفذوا كامل الاتفاقيات، سلاح شرعي واحد. هكذا قال عباس، وأضاف: لن نتحمل المسؤولية بعد انتهاء هذا الأسبوع، أسبوع تحاول فيه مصر بوصفها راعي مباحثة المصالحة تقريب وجهات النظر بين السلطة الفلسطينية وحماس. حماس من تحت قبة البرلمان قالت قبل الخطاب إن الرئيس لا يمثل إلا نفسه، وبعد الخطاب وصفت تهديدات عباس بالطعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وبأنها هدية مجانية للاحتلال. أعتقد أنه كل هذه الجرائم السياسية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني يجب أن يوضع لها حد، ولا ينبغي لأي إنسان فلسطيني عاقل أن يعطي غطاء للرئيس عباس وهو يمارس هذه الموبقات السياسية ضد الشعب الفلسطيني. فصائل فلسطينية رأت أن الخطاب مخيب للآمال، وأن هذا الخطاب يعني مزيدا من حالة الشرذمة والمعاناة لأهالي القطاع. باعتقادي أنه من الجدير أيضا كان أن يذهب السيد أبو مازن إلى الأمم المتحدة والساحة الفلسطينية موحدة. الانقسام والشرذمة في الساحة الفلسطينية أضعفت الموقف وأضعفت الخطاب. ما كان ينبغي لوضع ملف الانقسام الفلسطيني على طاولة الأمم المتحدة، لأنه هذا من شأنه أن يزيد الانقسام تعقيدا، وكأنه يشكل غطاء على ما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي أو إسرائيل اتجاه جماهير شعبنا في قطاع غزة من إجراءات قد تكون ظالمة تعمق ألام ومآسي جراح قطاع غزة. غزة على شفا حرب جديدة. بهذه الكلمات أوجز منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادونوف رؤيته للأوضاع في القطاع، فيما حذرت مؤسسات حقوقية محلية من تدهور حالة حقوق الإنسان على خلفية تصاعد وتيرة الخلافات السياسية الأخيرة. تعكس هذه الصورة من قلب غزة مدى تأزم العلاقة بين حركتي فتح وحماس. السؤال المهم بالنسبة للغزيين: ماذا ستحمل قرارات الرئيس القادمة؟ أما السؤال الأهم عن مدى قدرة حركة حماس على استيعاب مزيد من المسؤوليات تجاه مليوني فلسطيني يعيشون داخل القطاع. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. ينضم إلينا من رام الله عبد المجيد السويلم الكاتب والمحلل السياسي، أيضا معنا عبر سكايب الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، ومن غزة ينضم إلينا وسام أبو شمالة الكاتب والمحلل السياسي. ولكن قبل أن نبدأ ضيوفي ومشاهدينا حلقتنا للخبر بقية، نتحول مباشرة إلى نيويورك مع مؤتمر صحفي لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. طبعا في البدايه اود الترحيب فيكم اليوم، وخصوصا اليوم في ختام مشاركتنا الاسبوع الرفيع المستوى للجمعيه العامه للامم المتحده 73. اود ان اطلعكم على الاحداث والاجتماعات التي شارك فيها وفد دوله قطر برئاسه سمو الامير. طبعا في البدايه انتخبت الجمعيه العامه للامم المتحده دوله قطر نائبا لرئيس الجمعيه، وهذا يدل على شيء، يدل على الدور الفاعل اللي تلعبه دوله قطر في المجتمع الدولي. كما كانت رئاسة سمو الأمير حفظه الله في هذا الأسبوع رفيع المستوى، حيث قدم في خطابه أمام الجمعية العامة عدة محاور، أولها كان ضرورة تجاوز مرحلة إدارة الأزمات إلى السعي وراء حلول شاملة وعادلة مسترشدة بالقانون الدولي والمعايير الدولية. كما أعلن سموه عن اتفاق دولة قطر مع الأمم المتحدة لدعم مشاريع
تنموية طويلة الأجل ومستدامة لمكافحة مرض الكوليرا في اليمن، كما عبر عن أهمية مكافحة القرصنة الرقمية والتجسس الرقمي ولما له من تأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما كان هناك طرح أيضا لمسألة مكافحة الإرهاب وأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتقديم علاج للأسباب الجذرية للتطرف العنيف. شارك سموه إلى جانب اجتماع الجمعية العامة مع رئيس وزراء كندا في استضاف حوار القادة حول توفير التعليم للفتيات في سياق الصراعات والظروف الهشة، كما أعلن سموه عن تقديم دولة قطر لتعهد لتعليم جيد لمليون فتاة بحلول عام 2021. شارك وفد دولة قطر أيضا في حوار التعاون الأسيوي، وكان هناك اجتماع لتسلم رئاسة دولة قطر لهذا الحوار لهذه المؤسسة لعام 2019، وترتكز رؤية دولة قطر في هذا العام على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأسيوية. وأكدت دولة قطر أنها ستعمل على التوافق تحقيق التوافق والتعاون الأسيوي وتطوير آليات العمل فيما بين الدول لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية. كما ناقشنا خلال ارتباطاتنا الثنائية المتعددة الأطراف على عدة قضايا إقليمية، كان أولها القضية الفلسطينية، وكان هناك حضور لدولة قطر في اجتماع الحدث الجانبي الخاص بالأنروا، حيث أن دولة قطر من أكبر الداعمين والمساهمين في هذه المؤسسة، وأكدنا على أهمية استمرار الدعم لهذه المؤسسة لما لها من دور حيوي تلعبه في تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصا اللاجئين منهم. كما أيضا حضرت أفغانستان في خلال هذه الزيارة، حيث التقيت بوزير الخارجية الأفغاني و المبعوث الأمريكي بشأن أفغانستان، وتناولنا سبل دعم الحل السياسي في أفغانستان. أما فيما يتعلق بالأزمة السورية، فكان لنا حضور في الاجتماع الرفيع المستوى الذي قام بتنظيمه الاتحاد الأوروبي، وأكدنا على تبني دولة قطر لرؤيتها للحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف واحد. وإضافة إلى ذلك، استضافت دولة قطر مع إمارة ليشتنشتاين حدث جانبي بشأن الآلية الدولية المستقلة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا. بالنسبة لليمن، كانت هناك توقيع الاتفاقية بين دولة قطر واليونيسيف بشأن تنفيذ مشاريع تنموية لها تقدم حلول مستدامة للقرى المتأثرة بمرض الكوليرا، كما تم تناول أيضا التطورات في الصومال، وأكدنا على دعم دولة قطر للحكومة الصومالية. أما بشأن العراق، فكان هناك نقاشات مع الولايات المتحدة الأمريكية للنظر في توفير معالجة لمواجهة مشاكل المياه التي يعاني منها سكان مدينة البصرة خصوصا. بشأن مكافحة الإرهاب، دولة قطر لها شراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، وكان لي لقاء مع وكيل الأمن العام لمكافحة الإرهاب، حيث أكدنا على استمرار دولة قطر لدعم هذه الجهود ودعم المشاريع ذات الصلة التي تعالج الأسباب الجذرية للإرهاب، وخصوصا في مجال التعليم وتمكين الشباب. كما أيضا حضرت مسألة تنسيقنا وتعاوننا مع الهيئات الإقليمية، حيث كان هناك اجتماع مع رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للتأكيد على الشراكة مع هذه المؤسسات في مختلف والتشاور معهم في مختلف القضايا الأمنية. وأخيرا وليس آخرا، كان هناك اجتماع اليوم لمجلس التعاون مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى مصر والأردن، حيث أولا طبعا نهنئ الولايات المتحدة على نجاحها في جمع مجلس التعاون الذي للأسف فشل فيه المجلس في خلال السنة والنصف الماضية خلال الأزمة الخليجية. وكان هناك تناول لعدة مواضيع خصوصا التحديات الأمنية والإقليمية التي تحيط بنا، وكان هناك مناقشة
لمبادرة التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، وأكدت دولة قطر على أهمية هذه المبادرة، ولكن على أن تكون وفق مبادئ واضحة ويتم العمل عليها وفق نقاش يمتاز بالشفافية والمصداقية، حيث أن الوضع الحالي بين الدول الأعضاء الدول الحاضرة في هذا التجمع يجب أن يكون هناك تناول للتحديات بين هذه الدول قبل أن يكون هناك تحرك للمجموعة لتناول التحديات الإقليمية، وهذا يجعلنا يعني أمام اختبار حقيقي أمام مصداقية مثل هذا العمل الجماعي. وهناك مبادئ رئيسية يجب أن تكون جزء لا يتجزأ من أي تحالف، وهو احترام سيادة الدول واستقرار واستقلال واستقلالية سياستها، تحقيق المصالح الجمعية للشعوب التي يجمعها هذا التحالف، وأن يقوم التحالف على أساس معايير واضحة ومحايدة، لا أن يفصل على مقاس دولة بعينها. أيضا تحدثنا عن أهمية أن يكون هذا التحالف مبني على استراتيجيات واضحة، وأن يكون أمام خريطة طريق تكون بحيث ينشأ التحالف بشكل متكامل وجاهز، ولا ينشأ بشكل هش. شكرا لكم، هذا ملخص لما حدث في هذا الأسبوع. مراد الشيشاني بي بي سي، مع الوزير صرح لنا مسؤول الإماراتي بأن الأزمة الخليجية لم تعد ذات أولوية هامة لديها. هل تشاطرون هذا الرأي؟ والسؤال الآخر، ماذا تطلبون من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها يعني الوسيط الوحيد الآن في هذه الأزمة؟ ما الذي تطلبه دولة قطر؟ طبعا بالنسبة لتصريحات المسؤول الإماراتي بأن الأزمة الخليجية لا تعد أولوية بالنسبة له، هي في البداية الأزمة اختلقت بدون أسباب، كانت بأسباب واهية، وبدأت بجريمة إلكترونية لخلق هذه الأزمة، ومعروف من هم وراء هذه الجريمة. ولكن اليوم نحن نتحدث على تحديات إقليمية أكبر، وصحيح أن هناك أولويات أكبر. عندما كان مجلس التعاون هو التجمع الوحيد الفعال في دول بين دول المنطقة، كانت تحديات هذه الإقليمية يتم تناولها بشكل أفضل وبشكل أكثر إيجابية. أما اليوم ومجلس التعاون يعاني من شلل تام، فما ما حققناه من تطور في هذه التحديات الإقليمية؟ هل حققنا أي تطور في سوريا؟ هل حققنا أي تطور في اليمن؟ هل حققنا أي تطور في ليبيا؟ هناك مسألة الأولويات تؤخذ بالنسبة لنا من التحديات التي تحيط بنا. أن تحدد الأولوية بالنسبة لهم هم فقط لأنهم لا يريدون مواجهة الحقائق ويريدون تجاهلها في المرحلة الحالية لأن ليس لديهم شيء لمواجهتها، فهذا شيء يعود لهم ويعكس سياستهم. بالنسبة للولايات المتحدة فنحن نقدر ونثمن الشراكة التي بين دولة قطر والولايات المتحدة، ونحترم الشراكة التي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الأخرى. دولة قطر لا تطلب شيء، تطلب أولا التراجع عن الإجراءات الغير قانونية التي قام بها بعض الدول، وهي الدول الرباعية تجاه الشعب القطري، وهذا يعتبر الأولوية بالنسبة لنا. أما بشأن الأزمة من الناحية السياسية يعني ممكن أن يتم حلها وفق النقاش ما بين الأطراف، ويكون هناك تواصل، ولا يكون فقط يعني المسألة مسألة عناد، فنحن دول ولسنا أطفال. إذن مشاهدينا، كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والذي تطرق فيه إلى فعاليات الوفد القطري والنقاشات التي يجريها أمير قطر والوفد القطري في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. نعود إلى برنامجنا للخبر بقية والاستهلال النقاش على ردود الفعل حول خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. استهل النقاش مع سيد وسام أبو شمالي من غزة الكاتب والمحلل السياسي. يعني حماس تلقت بسلبية شديدة هذا الخطاب، واعتبرت أن هناك الكثير من الرسائل التهديدية والتحذيرية الموجهة ضدها، لكن هل يجب أن تأخذ حماس على محمل الجد هذا الخطاب وهذه الرسائل وما اعتبرته تهديد بحرب شاملة على غزة؟
بالتأكيد يعني حتى حركة حماس أعتقد أنه لديها معلومات ربما قبل حتى هذا الخطاب بأن رئيس السلطة مقدم على خطوات اتجاه قطاع غزة ستؤدي في النهاية إلى فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. يعني هذا الخطاب صراحة كان المفاجئ فيه أن يقوم السيد محمود عباس من على منصة أممية بتوجيه هذه التهديدات ل 2 مليون فلسطيني من شعبه اللي هو يعني رئيس للسلطة بصفته هذه الصفة الرسمية، يقوم على المنصة الأممية بإثارة هذه الخلافات الفلسطينية ومن ثم يهدد ويتوعد قطاع غزة ويتوعد حركة حماس. أعتقد أن هذه سقطة كبيرة لرئيس فلسطين، أعتقد أنها سابقة لم يكن ربما لم يقع فيها أي مسؤول دولة أن يثير هذه القضايا الداخلية من على المنصة الأممية. لذلك أعتقد أن حركة حماس ربما كانت تتوقع وأيضا لديها معلومات بأن هذه التحذيرات ستصبح شيئا واقعا في لحظة من اللحظات، وهي تنتظر حقيقة كيف ستمارس مصر وأيضا القوى الفلسطينية المجتمعة في ساحتنا الفلسطينية للضغط على رئيس السلطة حتى لا يقوم بهذه الخطوة الخطيرة على قضيتنا الفلسطينية. وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك لقاءات متعددة لثني رئيس السلطة لاتخاذ هذه الخطوات. أعتقد أنه يفترض أن تكون أيضا لدولة مصر بصفتها الوسيط في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس دورا في هذا الاتجاه. وحسب المعلومات أنه رئيس المخابرات عندما المصرية عباس كامل عندما زار رام الله والتقى بمحمود عباس وفريقه في رام الله، أعتقد أنه حاول أن يثني رئيس السلطة عن اتخاذ مزيد من العقوبات، بل أيضا حاول أن يقنعه بضرورة يعني أن يرفع هذه العقوبات المفروضة على قطاع غزة، لكن يبدو أن هناك فشلا في هذا الاتجاه وأن هناك إصرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصرار كامل على اتخاذ هذه العقوبات وأيضا زيادتها بحيث تنتهي الأمور إلى فصل كامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. سيد عبد المجيد السويلم، هل أيضا يعني برأيك هكذا يمكن ترجمة خطاب عباس فيما يتعلق بالعلاقة مع حماس وكيف ينظر إلى قطاع غزة؟ يعني لم أفهم لا الذي جاء بالتقرير ولا الذي أصدرته حركة حماس حول العلاقة بين الخطاب أولا والاستمرار في أوسلو. يعني يحتاج الأمر إلى عبقرية حتى يعني نرى الرابط. بس بالعودة إلى السؤال الذي تحدثت عنه، هذا الموضوع ليس جديد، والرئيس لم يعلنه للمرة الأولى في الأمم المتحدة. هذا أعلن أكثر من مرة وقيل إما أن تتحمل المسؤولية أو نتحمل المسؤولية. هذا ليس موقفا جديدا، وأعلن في وتم مناقشته في كل المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وهذه ليست جديدة على الإطلاق. هلأ كيف سيتم ترجمة هذه المسألة؟ أنا من وجهة نظري أنه يجب ترجمة هذه المسألة بمسؤولية، بحيث يتم ممارسة الضغط على تنظيم في حقيقة الأمر يتحكم بقطاع غزة عنوة وبقوة السلاح وبقوة الانقلاب، والذي لا ترضاه أي دولة في هذا العالم. هو يعني الترجمة يجب أن تكون محنكة وحكيمة وحذرة، هذا كله صحيح. أما يعني وكأن الرئيس الفلسطيني ذهب إلى الأمم المتحدة ليطرح هذا، فهذا كلام بصراحة غير عقلاني. طيب فقط لأنك علقت أيضا سيد سويلم على نقطة أوسلو، أريد يعني أن أرحب بانضمام دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية معنا في هذا النقاش عبر خدمة سكايب. يعني أنت دكتور من الأشخاص الذين يرون ربطا بين ما يجري الآن وبين اتفاق أوسلو، حتى أنك كررت أكثر من مرة مقالات سابقة لك وتقول بأن الفترة تبدو وكأنها هي نفسها نراوح مكاننا. كيف ترى هذا الربط؟ هل هو منطقي أم لا؟
أولا حتى نكون موضوعيين، لا شك أنه خطاب الرئيس الفلسطيني كان يعني إيجابيا ومهما في مسألة رفض قانون القومية الإسرائيلي، في مسألة الإصرار على القدس كعاصمة للفلسطينيين ورفض المشاريع الأمريكية في أبو ديس وغيرها، وفي مسألة رفض الالتزام باتفاقيات تتنصل منها إسرائيل والولايات المتحدة، كذلك الإصرار على حقوق الشهداء والأسرى، هذا لا خلاف عليه. لكن للأسف الخطاب ما زال متمسك بنهج المفاوضات وبنهج أوسلو، ونحن برأينا أن أوسلو قد فشل فشلا ذريعا بعد 25 عام من اتفاق أوسلو. اليوم أصبح واضحا أن المراهنة على تفاوض مع إسرائيل مراهنة خاسرة، وأن أوسلو بني على اعتقاد خاطئ بأن الحركة الصهيونية مستعدة لحل وسط مع الفلسطينيين، وهذا ثبت عدم صحته، وبني على أن الولايات المتحدة وسيط يستطيع أن يفيد وأن يحقق سلاما، وثبت أن ذلك خطأ فادحا. بالتالي المطلوب، وأنا كنت آمل أن يحدث ذلك التبني، هو لاستراتيجية وطنية جديدة بديلة، استراتيجية وطنية تركز على تغيير ميزان القوى وليس على المراهنة مع المفاوضات. ولكن هذه الاستراتيجية ليست يعني واضحة أو موجودة أو حاضرة، أليس كذلك دكتور بيروثي؟ لا، هي واضحة في أذهاننا ونحن تحدثنا عنها مرارا وتكرارا، لكن هي لم يجري تبنيها حتى الآن بشكل عام فلسطينيا. وما نطمح إليه هو أن يكون هناك، يعني نحن نسمع الآن في غزة 7 شهداء وأكثر من 500 جريح، ما يجري في غزة شبه انتفاضة شعبية جديدة تذكرنا بما جرى في بداية الانتفاضة الأولى. واليوم كنا في الخان الأحمر نتظاهر أيضا ضد عملية ضم وتطهير عرقي خطيرة جدا تجري في الخان الأحمر ولكل منطقة إيوان لشطر الضفة الغربية إلى جزئين. أنا أعتقد أن هذه المقاومة الشعبية يجب أن تتحول إلى انتفاضة شعبية، هذا هو الطريق الوحيد لتغيير ميزان القوى مع إسرائيل، إلى جانب حركة المقاطعة التي كنت أتمنى لو أنها ذكرت في خطاب الأمم المتحدة وطولب العالم جميعه بها بأن يقاطع إسرائيل ويفرض العقوبات عليها. اليوم نحن لسنا بحاجة، طيب. نحن ضد الإجراءات التي اتخذت ضد غزة بالمناسبة ونرفضها جملة وتفصيلة، وعدم تنفيذ قرار المجلس المركزي الوطني بالإجماع بضرورة رفع هذه الإجراءات كان سبب عدم مشاركتنا في اجتماع المجلس المركزي الأخير. نحن نطالب مش بس بعدم اتخاذ إجراءات ضد غزة، وإنما بإلغاء الإجراءات التي جرت في السابق والبحث عن وسيلة. طيب هذا فيما يتعلق بالاستراتيجية. نعم. طيب أريد أن أعود إلى سيد وسام أبو شمالي، إلى النقاط التي ذكرتها، يعني ركزت كثيرا وأسهد بالحديث عن المصالحة وغيره، ولكن يمكن لحماس أن ترى خطاب عباس بشكل سلبي تماما، يمكن أن تقول بأن هناك تداعيات على حياته السياسية سلبية، ولكن في النهاية الرئيس الفلسطيني يعني ينجح بمناوراته السياسية. الآن التهدئة متوقفة بإعلان حماس أيضا، ومصر الجانب المصري يولي الأولوية لملف المصالحة، إذن هو يحقق ويسجل نقاط على حماس. ماذا أمام حماس أن تفعل الآن؟ أعتقد أنه من الواضح أنه الرئيس الفلسطيني كل مراقب وكل محلل موضوعي سيجد أنه في وضع ضعيف جدا على كل المستويات. هو يشعر أيضا بعقدة الشرعية وبأزمة الشرعية، وهو كرر أكثر من مرة من على هذه المنصة الأممية، رغم أنه الأمر يعني يفترض ألا يذكر في هذا المكان، ذكر قصة الشرعية أكثر من مرة في إشارة واضحة أنه لديه شعور بأنه منقوص الشرعية في هذه الفترة. لا يوجد يعني أي قوة حقيقية في الشارع الفلسطيني مؤيدة أو ملتفة إلى جانب رئيس فلسطين محمود عباس. يعني رأينا أنه حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، ولاحقا الديمقراطية انسحبت وحركة المبادرة انسحبت، وصدر بيانات موقعة من كل القوى الفلسطينية. طيب، ولكن هناك أيضا يعني من يرد على أن حماس أيضا لم تهيئ أرضية وطنية في قطاع غزة. ولكن أريد أيضا يعني أن أتناول نقطة، يعني في لأن الحلقة تشارف على ختامها بسبب البث المباشر، أريد أن أتوجه إلى سيد عبد المجيد سويلم فيما يتعلق بتأثير خطاب أو تصريحات. بس ما الفكرة مهمة، الفكرة مهمة التي يعني يجب أن أنوه لها بإيجاز لو سمحت، وهي أن
بإيجاز شديد أن الآن مطلوب من أعتقد أنه الآن القوى الفلسطينية مطلوب منها بشكل كبير من الشارع الفلسطيني، وأعتقد أن هناك توجهات في المرحلة القادمة بأن تقدم مشروعا وطنيا بديلا عن المشروع السياسي الذي فشل ووصل إلى طريق مسدود والذي بدأ واضحا. لا يمكن لقضية فلسطينية بهذا الحجم وبهذه المشاكل أن تقاد يعني رئيس فلسطيني ضعيف 83 سنة يمشي بصعوبة ويتذكر بصعوبة. النقطة وجهة النظر هذا أنه يعيش في حالة صعبة جدا. سيد سويلم، واقع الفلسطين. سيد سويلم، يعني بإيجاز أيضا شديد، هل برأيك تصريحات ترامب رد عليها من خلال خطاب عباس؟ نعم بشدة. أنا بعتقد أنه الأخ هذا اللي بيشتغل يبدو واضح عنده يعني عنده قدرات في علم النفس. أنا بنصحه وبحيله إلى الخطاب. طيب لقراءة. سيد سويلم، لأنه يعني فقط فقط لقراءة. لقراءة. لا تقاطع. لا تقاطع. سيد سويلم جبني على سؤالي. استمع كما استمعت. لو سمحت سيد سويلم. يجب أن تستمع. سيد أبو شمالي لو سمحت. يجب أن تستمع. واضح أنك لا تعرف شيئا عن هذا العالم. يعني سأضطر إلى إنهاء الحلقة إن لم تريد أن تجبني على سؤالي مباشرة. زي ما هو في حركة حركة. لو سمحت. سيدي. ثواني قليلة أجبني على سؤالي. هذا الخطاب موجود. يبدو أن سيد سويلم لا يريد أن يجيب على سؤالي ويفضل أن يعلق على سيد أبو شمالي. لم يمضي عليه 24 ساعة. كفاكم كذبا. كفاكم سيد كذبا. سويلم هل تسمعني؟ كفاكم كذبا. سيد سويلم إن كنت تسمعني وسيد أبو شمالي كنتما تسمعاني وأيضا دكتور مصطفى البرغوثي، أريد أن أختم هذه الحلقة عند يعني هذا الحد، لأنه يبدو سيد سويلم وسيد أبو شمالي لا يسمعاني بل يسمعان بعضهما البعض. أشكركم جزيلا على هذه المشاركة، وأيضا أشكر مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.